هذا سؤال يطلب شرح الأفعال المساعدة باللغة الإنجليزية، بس قبل ما أشرحهن الأفضل أعطي شرح عام للأفعال باللغة الإنجليزية، وضمناً حنلقى موقع الأفعال المساعدة وين من هذه الأفعال. الأفعال باللغة الإنجليزية ثلاث أنواع: أفعال أساسية وتكون من نوعين غير شاذة وشاذة، مثل غير شاذة work, play، وشاذة see, run. غير شاذة بمعنى يعني تصف الثاني اللي هو الماضي، والثالث بالإيدي، ضيف إيدي تحصلهم. بينما الشاذة لا، إلهن أشكال متنوعة سواء ماضي أو تصريف ثالث. النوع الثاني من الأفعال هو أفعال مساعدة، والأفعال المساعدة هذه هي جميع الأفعال المساعدة اللي مر عليك ما عدا إز يعني كينونة وأخواتها، ودو وأخواتها، وهاف وأخواتها. فالأفعال المساعدة عدد من اللي ذكرتين معناته الكان والكود والويل والود والشود والمي والمايت يوز تو هاف تو، لأنهن المقصود بهن الأفعال المساعدة اللي يشتغلن فقط دائما يجن كأفعال مساعدة مو أكثر. يعني الكان ما تيجي كفعل أساسي، فقط يشتغلن أفعال مساعدة. بينما ننتقل للنوع الثالث، الأفعال الأساسية والمساعدة، هي كينونة وأخواتها، الهاف وأخواتها، الدو وأخواتها، هذين يشتغلن أساسية ومساعدة. مثل مرة نشوف إز جاية أساسي، وبهذه الحالة جملة خبرية، مثل he is an engineer. is هي الفعل الوحيد بالجملة، إذن هي الفعل الأساسي، جت كفعل أساسي، بس بهذه الحالة يعني جملة مبتدأ وخبر. لكن شو تجي كفعل مساعد is؟ مثلا he is playing football. هنا is جت كفعل مساعد، والأساسي هو play في حالة الاستمرار، والإزنا جت تساعد على تبيان الزمن بأنه هو مضارع زمن هذه الاستمرارية. الهاف كذلك، الهاف مثلاً I have a book، أنا عندي كتاب، يجي هنا هاف فقط، هاف عندنا، إذن هي جت فعل أساسي. بينما مثلاً I have finished my homework، هنا جت الهاف كفعل مساعد ومن تركيبة مضارع تام، وهكذا. do مثلا وأخواتها does do، ذني يجن مساعدات أو يجن أساسيات. أساسي مثلا he does his homework، does هو الوحيد بالجملة إذن هو إجا أساسي. بينما إذا أقول he doesn't go to school، هنا أجد does كفعل مساعد ساعد على النفي، حتى أقدر أخلي not أو الاستفهام. does he go to school؟ هنا جاء كاستفهام، ساعد على الاستفهام.